مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودي الكسور وهذا ورئيسي قارة وان لين لين مشرحة مدحوينها صوماليا محمود أحمد نور ترسن مدانا ترسن كسور هو يونيفرسال مركو هرو كسور وينيا أدباو مهد سنتين انت كدي مشرحين انت اوتر تما يسحيل كمدح تنمدى دلقايات كم تهاي سياسي صوماليا نواتهاي مدو كسور جري سياسة دا قدومي قبل كيات صون وقتي دوقي مقدشو وحد قالت إن أديد حكومة دي حلا جا ما جعابي حد واحد تشر هذا حلك ما دحتين ما ذي دلك وحاسو دن واحد ويا ليس إن أد قبته تجد وقص الرئيس ودنك مايا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مايا ما هين سداس سدا لسعتين أنا جو مدحوين حس الشغل حن لشغي سنة يتضاد بلاد بن لشغي سنة يتضاد بلاد وحن فيرنا هي جهاد أي دولة دربت إني قاد سياسة عام أمي لذا هي أودن كل واحد مرنا هي أما سياسة جارة هي لذا هي دور جرو حن سكنا عنا وزير كي أريناها بدها هي أمريكا قارن كمركز عبد الكريم جوليت وحن سكول دعيني وحياة وحياة بالشخصية أي هي أدبو مركا أي أورهاديين إن حلك اللي يقع هذا أنا أنت صدق وأنا السعودي مرب ماشي مره وأنا السعودي مركا وحان دريني إسكو جهينا أن نسعون سببت حلك يقع هذا هي محاوي هبكي الربان إني وحو مامولان أني إما مرينين ما دام أي سيدة أصدحي وحاق وقت كاتي مركا جروب حران ومال لقصوا قال الله حين oo adnan isku siyaasad ahayn in aan dhex galo ayaa igu adkaatay marka sababtoo ah ama haddan bayso ama horeyso marba haddan isku siyaasad ahayn waa isku dhacaysiin anigu fikir waxaan watay wadankan in dib loo kiciyo la hormariyo kaabadihiisa la dhiso siyaasadiisa la dhiso lala dagaalamo argagixisada si dhab ah loola dagaalamo qorshe waxaan geeyay قوله وزير هذا المرسي برايم مينستر ساعد وأقول هذا وأقول إنه قرش كوب حيوه وزارة الرمية جودها أمريكا خارج هذاي هيرجليسه قرشها والله أقول هذا أنا قريق عنتي أنا كقرني أفر بيش ككوبن سيد المقدس والله قدي خير أمني تيبا لفلين وين وحد كلوا لفلين وين إن أنتصنا وحقبت ك وحفلين الآن إني جرتان ربي إن أنتصنا مركا وحن سوجي دي جودي أمني كان هذا وحن وسوجي دي إن مجالا دقمة حمر وينه إن لقد جو دقمة كعاجن هبك هدنا كقول يسون أمرك وحربنا إن هدنا دقمة شنكان كوب الله رينه هدنا وابري هدنا بوندر سداس تي حمر وينه ومركز قوليه أمن جا لمرسيه ودنك أي أقول هذا بقوليس إنه أنت صعيدا يهبك إنه أنت اسم اللي ترجع أقول هذا نبتسود أقول هذا أي سد حبري مركز سعودي أو حمر وينا أي نقطة ماله بكعاجم أي كلا دعاتي سيودد مجرته أفر جربا وحن نتجي مدحوينها أنكو يري مدحوينها مدحوينها قرن كات هاي وزير دان سياسيين و أنا يا أديكو ما دام دقي مجال دان هاي أنا يا أديكو إسكو أركت أن مجال دان كان غنو magaaladan sidii amni looga dhigi lahaa iyo sidii loo hormarin lahaa aniga adigu isku aragtay in ka noqono afar jeer baan kelimadaas u la tagay afar tijaab wax laga ma soo qaadin marka ana waxa ay cadaatay inaanan isku beej akhrinayn aniga ayaku isku beej inaanan akhrinayn maadaama aanan isku beej akhrinayn jaga qabso meel fadhi oo jaga qabsana aniga ma mudni sidaasan marka u diiday ee ma ahay wax tan ugu yar hadaan dareemi lahaa inaan wax wada qaban karno tan ugu yar xataa waa aqbali lahaa حد waxa uu tartamaysaa xilka ugu sarreeya wadanka oo doonaysa inaad noqoto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa tahay siyaasi aan hadalka la gaban sida dad badan ay ogihiin waxana mararka qaar aad gaartaa heer aad arada aad qabto qarsan weyso ma dhigi karnaa tartan kama muuqdaan mana lahan astaamihii uu hoggaamiyaha wadanku noqon lahaa maya ma dhigi karo fiiri dadku ayaga wax iska sameysta qofku قفنا مركو هاد الله هيو سميد أه أي هاد الله قفنا مركو هاد الله هيو وركي سمع الدا أو ميل لور راعه
مالي أسوغو 1 hour 2 hours حد هاي أيان ميل لور راعو وسن لحين أنوغو وحا حد ربتين إناد علاد كدكتين الدونك واليسكو أمانا قفكاني وحو ربو سعاد أي أشيغي كرابا لدها أنوغو حان ربو سعاد بان أشيغي كرابا لكن دبا عدى إذا وحيتها هي إن سحوغن وحان شيغا هي سحوغن أشيغو سو درين كان قبضت كان أقله لكن منع عروضه عرنا إجا معها منع هتاس سببته أو حل أركي لها أنت ندقها السنة صدح سنة تدوب لوت بنها بحاجة ردد إذا ما وطاء مالين كاستقف دي لهي أنا كقف نقوم دمن فيري إذا ماذا إذا صدح سنة تدوب لوت قف نقول أنتي مجرم بركي واحد كجرن لهيت هدان هاي قف عروضه دبا اسكرتي دمو اوغلي ان اي حتى غان فركو تاغت اما اي دد كو قيليسو اما قور اي كو تاغت مو اوغلي اركا ماركان سوكنا اركا قفنا غان لوغما تاغا هيو قفنا حبد لوغما ريدا هيو حبدنا كور لو مريد وليين حبد ما نا ريدي ماركا تاس واحد كا غرانيسا مسؤوليه سان او الىالنا هيو قفكم مسؤول كان وحال ربا اسغو شرعيغا انو اسكو دبقو او الىاليا سوما غران انا اسكو دبقي شرعيغا انان الىاليا مرنا ما اوغلي عيدمديدو ماركان سوقدي ما أقولين إن اللامك عندك على أقويان، سا هدي عسكر هدي عريري جر عريري ياسين يدوب جوجان، مركز صفات كاسان بكوس في سنانه، إلى لنت الشروع ده ودنك. إذا ما هذا الله ذاك على سيدتك، مركا ما كوف لانت أنت السلة ذا هنا هو جامي يكون نقطة صو شقك بدل لقاهم بعد. فيري هو جامي محل يكون نقطة، وحربنا إن هدا إذا براه هو جامي وحل يكون نقطة، أدونك هو جامي لا بعرف بعد وهي 60، نين العكفر بدن هيسته. ينن قبيل وين كذا شيء لبذا سدوا جامي وهايستين واسداء ذنكم وهايستين والصومالي ذو وهايستو هو جامي وامح هو جامي هرت هو جامي هو صفة وكل شاجرة صفة لكبعينا واجرته صفة ودحلنا واجرته دحلتو يكوت ماذا وسيدا بقرة ذي المهيد على هيان يكون حرنا أي كرتيدو وين دحل هيان صفة وين كلا جربه هو جاميها هذا هو مركز دقيقة تكتينا وحد سمي سين جوجل كجليا تان توب ليدرشيب كواليتيز جليا أنت بودي جه لي سين أنيك ومركز جوه الرئيس إنه أركتي ليه هاي فيشن إنه ليه هو جامية أنا أركتي له هين ساس سجد بوريجا هيا صابته ماله أصعده ميق أنا ضد كانوا مش شيء كرماله أصعده وإنه أركتي ليه أركتي ديسة وإنه ضد كان لو ذا أجي كر صابته كل جيس مال مم جاري كره وحال ربع ضد كإنه كحيستال ربع marku dadka gaxaysto caqabadaha ka hor imaanahay waa inuu leeyahay karti oo caqabadahaas uga gudbo sababtoo ah caqabad haday ka timaado hadii kursiga aan u baqo hoggaamiyaha haduu kursiga u baqo meel ma gaarsiinayo madiisa caqabadaha ka hor imaanaya caqabadahaas dadkii marka aragtidaadii ka dhaadhicisay oo aragtidaadii u sheegtay oo dadkii ku raaceen caqabadaha ka hor imaanahay caqabadahaas waa inaad karti aad ku gudubto leedahay karti waa inuu leeyahay tan afraad وإنه عادل وياه بالشدة وهجامينها وعدالة فليكره تن أفراد وإنه آمي هاي وبالشدة وحيدة وأي كبد بعدها يانو وآمي هاي إحنا جلينين وعادل هاي أوريريس وصن كده رجينين ذاتك كلامنا كبهنانين أنت صوص صفابة أنت بوان له مت إجا مغنكم جرت وادنا ب مت كستنا هدين إكزامبل كان فيري mid kasta example aan la igu arkay hadaan keenina keenada dadra wan keenaya hadu waa tartamaysa wad ogta hoos siyaasada Soomaaliya iyo jangoynteeda Soomaalida kaliyeed gacanteeda uma jirto wadamada dariska wadamada caalamka ayaa mararka qaar hadba jiheeya sida dad badan ay wada ogihiin sharaxinta qaarna waxaan moodaa inay hadda qabaanba in faragelinta ay muuqato oo wadamada dariska qaar kooda ay leeyihiin wadankii siyaasadiisa marxaladiisa ay gacanta ku jiraan oo shakhsiyaad gaar ah ay doonayaan in hoggaanka ay qabtaan adigu ma la qabtaa aragtidaas walwalsan kugu haysa faragelintaas la sheegay horta waxa ka dhigin wax guud oo jira oo beesha caalamka iyo wadamada faragelin wadamo kale oo faragelin ugu haya ma jirto wadamada dariska ayaa faragelin ugu haya siyaasadeena waxa isu soo qaawiyay wadamada dariska waa kuwa dariska way badan yihiin ودمت الدرس كوا اللي أجيها ودمت الدرس كوا حيهين ما بدنا صدح ودموه ودمت الدرس صدح ودموه
ما يجبوتو كما جرتو هي وإثيوبيا يكين أفكي قد كسو صاريسا وإثيوبيا يكين فرقلين قاون وحداف وقرن ماذا ينادا وعيسا أي نغوهيان إلا أي قارتي هير أي ويران دولة قبولية ديضا أي ويران أو أي هنددان أو أي عبسي قليان أو أي دهان عيدا ماذا إذا كالاب بحاي ماشا دقنتي هدادا هبل راعين قاركودنا أي بأوهن جبان dadna ay soo direen oo hadda dad badan oo wasaaradda arrimaha dibadda ka tirsan ay xamar ku sugan yihiin oo ay xil dhabaan u yaryeerayaan arintaas waa faragelin qaawan weeye waad ogtahay hay'ad cilmi baaris ah ee dawladda Itoobiya ay leedahay ayaa waxay soo saartay ay leedahay qabaailka daaroodku ma qaban karaan madaxweyne kama noqon karaan xaaladda wadanka hadda jirta waa faragelin qaawan وفول حمو دولدو إني كجوابتي أهيد بلسي وأريا قيسي إني قبيل كأ... إنتي دحق شقبائل كسوماليد قبيل كأسو إنتو ما قبان كرو إنتنا كنوا قبان كرا أيد هذا أخلاق حمي أهيد إن لغو ردينا أهيد لما ردين أنك ردين أي أرد أني سورة ما أرنت قبيل كان ما هي وقفك قبائل كسوماليد أي ودن كجو قبيل كستحق بقوليه إنو مدعوين ودن كان كنوض marka dawladaha isfaragelinta qaawan qof kastana uu arkaa ayaan dhawayd baan kala hadlaynay international community ga in ay xaddadaan faragelinta dawladaha dariska faragelinta ay ku hayaan siyaasadda Soomaalida in ay doortaan bay taagantahay dhahan ilaa weela ka nooga dhiga weeba dhahan ka nooga dhiga hebel nooga dhigay leeyeen su'aashu marka waxa waa why ay qofkan u wataan weeyaan ma maslaxad Soomaaliyeed bay u wadaan mise maslaxadooda gaarka ay u wadaan waxay ka arkeen qofkan inuu u jilicsan maslaxadooda inuu fuliyo waxa waa marka qatar waxa ku jirta qofkaas adeey la doorto qatar waxa ku jirta our national security soo magaran amni qaran amni qoomi makarnaysa amni qoomi geena qatar ku jira jiritaankeena ayaa qatar galahay marka waxaan leenahay xilibanadeenno aad ha uga fakaraan there's two choices laba kale ma jirto laba aqsiyar baan noo taala qof ay dawladda dariska wataan oo ay suqa wiyeen oo ay garab taagan yihiin oo ay rabaan wadankan inuu maamulo ka badina asaga ay maamulaan iyo dad Soomaali oo xor ah oo madax banaan oo danaha Soomaalida ka fakareysa danaha Soomaalidana ay awl u tahay ugu horeeyso dawladaha dariska ah annaka danaha masalix baan kala la yeelan karnaa masalix baan ka yeelan karnaa masalix baan ka yeelan karnaa laakiin masalixdu waa inay noqdaan mid isdhaafsan waa inay isdhaafaysa waa inay noqotaan labadeenaba aan midna uusan qasaareynin soo ma garan waa inaan win-win situation ku jirnaa labadeenaba guuleysanayn laakiin haday noqoto madaxweynayaan idin sameeyneena arintaasi waa meel ka dhac qaawan weey wax la aqbali karana ma aha walaal waa idin ku haysaa marka idinka aad bay noogu haysaa ma aha annaka shakhsiyan ma aha doorashada kaliya ma aha qarannimadeena baa khatar ku jirta ma waxa leedahay go'aan way go'aamin karaan oo dhinac u ridi karaan ay rabaan maya hadayba arintan ku guuleystaan ayo ku tilaba kasta way qaadeen haday ku guuleystaan qarannimada Soomaaliyeed hog bay ku dhacday qatar weey ma xukuma wadanka madaxweynahaas wadanka ma xukuma ayay ka xukuma way dabcan xilibaana ayaa wadankan ee odkays kale 329 mudan ayaa go'aanka gaari kara oo madaxweynaha mustaqbalka dooran kara marka maxay tahay sababta loogu walwalaa Ethiopia iyo Kenya waxa looga walwalay waa sababta keentay dawlad goboleed in ay dawlad kale ajnabi u yeerto waxa keenay dawlad madaxweynayaasha dawlad goboleedyada in Ethiopia looga yeero in la dhaho saan sameeyo maxaa keenay qarannimadeenii baa qatar ku jirta xilibanadu waa inay fahmaan maaha tarsan iyo xasan sheekh baa tartamahay maaha sheekh shariif iyo xasan sheekh baa tartamahay qadiyadu waxa weey qarankeenii baa qatar ku jira jiritaankiisa 329 mudane ma cabsiyaad uga qabtaan inay wadanka ay ku hoggaamin karaan meel fiican oo aad leedihiin dabcan wadamada shee ayaa go'aaminaya doorasho natiijada soo baxdaan arkaynaa ma ku kala soontaa sida ma ilaa hadda natiijo sida ay wax u socoto annagu ku cabsi baan ugu taagay xildhibaanadu kuma kalsoonaan miya maya afka hay gelina xildhibaanadu waa ku kalsoonahay soo ma garan laakiin xildhibaanadu waa ku kalsoonahay tahdiid dawlad goboleedkii lagu sameeyay dawlad goboleedkii oo tahdiid ku sameeyayse xildhibaanada lacag xaddaaf ah ayadana laga keenay wadan ajnabi laga keenay intaasoo dhan waxay dhaawacaysaa jiritaanka qarannimada Soomaaliya adduunka haddii hadda waddanka Mareykanka doorashadii socotay haddii dowlad ajnabi ah ama nin ajnabi ah in Mareykan ahayn ee milyoneer ee waddan ajnabi waddan kale jooga haduu contribution siiyo qofkaasi crime waddanka kale waa la xiraaya
وانا لا بابي انها محكمة ولا سوي تاجها يا وامحي وحل الى انها يا فرجلين فرجلين تو امها النقطة مد سياسات امها النقطة مد نقالة امها النقطة مد ملتري انت اسبوع هدي بدور شو صوغ شو فرجلين اجنبي او سياسات فرجلين نقالة او اجنبي يفرجلين تهديد ملتري هدي صوغ شو ودن كاس قرني مد يسوع حبك مجران واي هذا هو ترتمى ساترة كيات كجرتا مشرحين تا أفر لغتان كانوا وات كميتا ما قرشي أجندة سياسة أدلي ده هاي أياد كوغارسي إنان مشرح نقطة ميسي سيدا هور نوصو شاكتي إسفهمواجي أفر تيسانا يلسوء دافي ماملك دوليغا هاي مسؤولين تو ده لابلك أي حناق أكاداد وعد هالكاد وجدد حناق بدك شو علني زا وحاضر بتاع إن أقول إستانبول يسن إن حناقي أو حناقص ابتساس معها أنا أقول حنلاقي قرشة أنا سياسة ديدو وحيكون قرنتها بوجاس وبوجاس ودوا سياسة دا ودن كوجا منا وحيكون قابنتها تضبط قطب تضبط قبض وحاكم يد عدالة حنك قابنا هي عدالة الرضا ودن كان هري هري ريسين وضف كلا بعد وحاول أمنيا أمن الرضا ودن كان بحسن ودن كان مقالة دي ذات كالقول حدي لها حل بان ندل قول حدي لها المسؤولين تلقول دي لها إن لقيت جوابين إن لسوق قبنين إن لقى هلين محانك قبنا هيا وحاكو حكتا إن أن وحكا قبنا هيا دي هشيسين تبلشادة الصومالية بلشادة الصومالية فيري قرن كان وحكا كوبين قبائل قبائل بوكا كوبين قبائل كان أبدك علمي قبائل كان إلا اللي هشيسين قرن كان مد اسمه هيا إن أن أمدان دي هشيسين نبقى وصمينو لسدة فير ودن كان انستوشن او مدسنا ودن و هو كدسما انستوشنادو كدسما بسدا هيئدها دستوريغا دولتا انان خوجينون دسنو او انستوشنا خوغان انو دسنو سي ودنكا او اوغا كو ميشا او كو كوفاي اوغا كو انان ديب وسو نولينا دقالها دلكا سوماليا انان سو علينا اديق بوشدا واد اركيسا المهنه 417 با اسكول ااد انت كلا اسكول ما ااد سكولات كي دولة إلى هيدو دن إن جي أو يا كوشة قيسان هاي المهي الصومالي دنا أكسس ومالها تعليم إنه هلام تعليم ومالها إن سو دب سو علنه أديك بلشة تعليم تي عافمات كي وحا صور دن له سو ما قرن إن لدى قال لنا أرجع حسة مسمى سوقة إن دب نولا إن دقالها دلك أصيد باريه حوله وعلى فرد بركة دقالها هنا قطب بدأ صور دن أي تطبق قطب أيك كابن تاي ومت كست معها عدالة كي كي ما دهينه mid kasta sidaan u hirgelinayno oo u waqtiyeysan ay qoran tahay marka taasan leenahay moogii midana maaha dawladdan isfahmi weyna aan tartama maaha markaan fiiriyay wadanka inta sano siyaasada ku jiray markaan fiiriyay dadka madaxda noqday meeshay ka qaldantay baan ogaa halkay ka qaldantayna waxa weey waxa la waayay hoggaamiye leh aragtidan ku sheegay intan ku sheegay hoggaamiye leh aniguna waxaan isku wadaa inaan intaas leeyahay sidaas awgeed inaan anigu ugu haboonahay wadankan inaan hoggaamiyo markaad eegto dabcan xaaladda guud ee dalka iyo hanaanka dawladnimada ko iyo labo maxaad is leedahay waxa Soomaalida aqabada ku ah ee wadanku u gaari laayahay heerkii uu doonayo way tahay xal iyo labo laba arrin baa sabab u ah midda ugu horeysa waxa weeye cadaalad darro baahsan bulshadu haday cadaalad darro ay ku dhex faafto bulshadaasi awooddeeda ma mideyn karayso mana wada jiri karayso mana wada joogi karayso waxna isku ma darsan karayso waxna ma wada yeelan karayso cadaalad darro baahsan cadaalad darradii ba markaa waxay noqotay qof kasto Soomaali ah wuxuu ogaaday inuusan wax cadaalad la dhaho uusan waxba ku helin sidaas awgeed qof kasto Soomaali ah wuxuu wax ku raadinaya cadaalad darro waxaan noqonay markaa bulsho ay ko dhan wax ku raadinaya cadaalad darro dawlad kasta dawladda ka institution xooganta ayay ka hormarsanta anaka Soomaaliya wax institution la dhaho maleeyin institution marka aan u fahmo af Soomaali aan dhaho waa hay'adaha dastuuriga ee sharciiga ku dhisan on dhisnayn waxaan noo dhisan hay'ado qabali ah hay'ado qabali ah oo dastuuri aan ahayn laakiin qabali ah noo dhisan mesela wasaaradahan wada aragtay kasoo bilow dawladdi Cabdullaahi Yuusuf kasoo bilow ilaa hadda 12 sano laga joogaa ma aragtay wasaarad wax wareejisa oo hormar sameysay ma jirto wasaarad kasta markuu wasiirka ka tagayo warqad A4 uu wareejiyaa A4 taas saddex paragraph bay ku qoran three paragraphs ayaa ku qoran
برغراف كوره وحو ليه وزاره داني شقه حوق لا سو قبطه ايدون لا اركين شقه حوق اي سيغيس ولا ايدون لا اركين شقه حوق لا سو قبطه دباته كوسو شقيس وحبان سو قبان ديبو ليه وا برغراف كور وحين كاسو كشيكينا برغراف كلابات وحو ليه شقاله انتاس ايان هيسنا اون مشار قادن انتاسو بلوت يعني مشار قادن ايو ليه برغراف سدحادو كو قتيم وحو ليه وزاره دان وحي ليه دين وحا لو ليه انتاسو كوميال او دولار با لو ليه sababta ay deynta u gashayna ma taqaan shaqaalihiina mishaar ma qaadan qof wax kale ay wareejiyaan ma jirto isug maxaa keenay taas waxa keenay male stability male madagana wasaaradi dabeecadda hadda wadankeena madaxdeena ay keentay waxa weeye golaha wasiirada waxay bedeshaa sanadkiiba hal mar xukuumad la dhiso oo sanad wax ku qaban karta ma jirto waa institution la antay kamitaan sababto madaxweynihi mar rabiyo inuu institution ku dhex shaqeeyo institution inuu ku dhex shaqeeyo marba sababta institution inuu ku dhex shaqeeyo waxa haddad ma haya awoodiisa mana raba wuxuu raba awood mudlaq ah oo sidii boqorkii inuu wax kasta habar iisho iyo habar koomay markay guri ku dagaalamaan ama boos ku dagaalamaan wuxuu raba inuu soo farageliyo raba wiil qaraabadiisa markii la xiro wuxuu raba inuu generalka booliska wuxuu u dhomaxad wiilkaas loo xiray inuu dhuhu raba institution la antaas ayaa sidaas dhigtay wasaaraduhuna waxay sameeyeen wasiirku markuu yimaado shaqaalaha joogo dhan buu bedelahaya wuxuu keenay shaqaale cusub oo reerkiisa u fiirso wasaarad kasta ninka haysta reerkiisa ayaa 600 xagee ka timid marka institution la aanta waa cilada ugu weyn ee wadankan la kicilaya arimahaas oo waxa uu baahnaan doonaa dadka cilmi baaris saxa in lagu sameeyo cilmi baaris oo anaa ku dhahayaa meesha rabti ka baar arinta ciidamada ajnabiga ah ee jooga dalka waad ogtahay inay muddo qaadatay welina ciidamada Soomaalida aanay gacanta ku qaban karin guud ahaan amniga oo la leeyahay tiradii iyo mushaaraadkii iyo qalabkii ma haystaan maxaa kaa qorshaysa waxaad ogaatiin ciidamadani waxay yimideen 2007 meeqa laga joogaa 2007 ilaa 2017 toban sano laga joogaa ciidamadan tiradoodu waxay dhantahay 20,000 oo ciidamo ajnabi ah ciidamadan dawladaha Europeanka iyo Mareykanka ayaa waxay u qalabeeyeen si xad dhaaf ah hub dhaqaale wax kasta sahay wax kasta ilaa ay hadda maxaa xamar amni looga dhigilayaa adduunka wax la fahamsan yahay jira haddaanan is indhatiraynin adduunka wax la fahamsan yahay ciidan ajnabi ah waddan kale ciidan uma noqon karo ciidan ajnabi ah waddan kale ciidan uma noqon karo si kastoo dawladdaas isugu fiican tihiin ciidan kuma aha waddankan qaranimadiisa inay hayaan oo ay ilaaliyaan waxa laga rabo waa ciidanka Soomaaliyeed wey asbaabaha ciidankeena u dhismila yahayna waa joogitaanka ciidamada ajnabiga ah waxay ahayd dawladihii yimid horeeyay waxay ahayd in ay qorsheeyaan tartiib tartiib sida ay ula wareegahayaan awoodda ugala wareegahayaan ciidamadan ajnabiga waddan xuduudkiisa aan ka adkayn xuduudkiisa uu furan yahay qaran ma noqon karo soma garan waddan ciidamo ajnabi ay dhex joogaan qaran ma noqon karo annaka qorshaha noo qoran waxa weeye 2 sano waxaan dhisaynaa ciidan Soomaaliyeed annakoon apology ka bixinaynin cudurdaar ka bixinaynin qofna aan amar uga qaadanaynin waxaan dhisaynaa ciidan qaran ee xoogan ee tayo iyo tiro leh 2 sano ugu horeysa 50% waxaan ka maarmaynaa 2 sano ugu horeysa ciidamada Amison baan ka maarmaynaa waxaan leenahay waa mahadsantihiin si strategic ah ayaan kula wareegaynaa meelaha khatarta ah ee waddankeenu ka jilicsan yahay waxaa ka mid ah xuduudyadeena inaan xirno weeyo xuduud furan argagixisadu si maxay kolba meel ugu socotaa waa xuduudkeena furan marka waxaan dhigaynaa xuduudyadeenaan ciidamada dhigaynaa dawladaha dariska ana waxaan leenahay waa mahadsantihiin intaad nala soo shaqeyseen xuduudkiina ka adkaada keenan ka adkaanayna annagu marka qorsheyna waxa waaye 2 sano ugu horeysa inaan 50% ciidamada ka maarano Amison 4 sano gudaheedna aan ciidamadeena ay waddanka cirka iyo dhulka iyo badaba ay la wareegaan shaqo la'aanta waad ogtahay inta ay laagtahay iyo in bulshadeena 70% ay dhalinyaro yihiin dhalinyaraduna ay weli tahriibayso maalin kasta ama sanad kasta iskuulada iyo jaamacadaha ardayda ka soo baxda oo waxbarato oo qalin jabisa markay soo baxaana ma helaan shaqooyinkii ay u baahnaayeen qorshe min kaga diyaarsay arintaas fiiri dhalinyaradani waad ogtihiin dawladdu school primary ay gacanta ku haysa ma jirto
سكول دحي كانت كويس مجرد سكول سري كانت كجرا جامعة كانت كويس مجرد فملذاني سكول كست برايمري كسب بلو ووضع العق وصور دبتونا هين العق بيكسر ديبة هيان سو مجرن أنا وجي مركو كسب بحجة مع الدينا دولد وح قرشاه أي أصلا ما يسي مجرد أنت شغل صوب بحذنا وحاق هذانا أنت وزير ذا له أما أي قرابه جهة هي سامة مسؤولية هي سامة إنفلونسية أنت له أي قاضنا يسبه هديبه وحصوب بحنا داس وائل مهنا أي دلني ردينا أيكوا جامعة كسوة ضبحي أي بدأ قدر ما أنا هيان قاركودنا أي ماركت الشباب كبير هيان مركي رجال بيلان قاركودنا أي ماركت السوشيال ميديا إسكف فديان ماركت بارك أيكوا وحبر قبرين باقي مدة أنك قرشان وحوي دلني رداسي وحنا قرشي سن إن أن أبورنا الشقة سيدان وابورينا وحنا وابورينا دقفك سويه ليه دلني رداس شقان وابورينا لكن هذا كان دقيست وحنا وابورين الله ينادن شقان وابورينا دلني رداس كسب حدا جامع عداها ميدسينك جامع عداها ميدسينك سنة كستو وزارة عافماتك وحنا كربنا إن أي سوق قرشي سو أما أي كسي فكرته دلني رداس نمبر كسب حاي نمبر كاسي وحنا ودرينا دقموينك يقبل الله يدولوينك ودرينا يكالكالي يالبا وحنسين لبس سنة أي كسر الشقين هيرو الكاس وحنسين إن جونات كفلان أو شرف كيس كرامدي سو كلورت لبس السنة مركو كسر لما يستنا وحكش قينا إسبتالات كدولدة أي كش قينا هيا إسبتال قف دكتور صوب حي قرن كرامجرو أن صومر إن شقده قرنك هديو برايفت يه يهديك لبا شقة عافمات كسب سن كالكالياش قف قرن كرامجرو أن صومر إن شقده قرنك وشرع إبن كده جينا للي يراد كسر بحده جامع ده كسر بحده أيكون وحي مرة لبس سنة أو معلمين معلمة شقادة قرنك شقادة قرنك مركي صور لما يستان وزارة قف شقا سين كرت مجرى أن أهين بلن يرادة كسو بحيس شقادة قرنك كسو بحيس قبيلنا كما سين كران أباهي با مدحوين أكما سين كران أباهي با برايم نيسر كما سين كران أدير كيبا أكما سين كران أرديغا كسو بحي شقادة قرنك لبس سنة سيو قدتي أيا شقادة قادنا شروع دكسن بين نغون إيسا شركادة برايفت كسيدو كالي شقوين كودة وحان كوقس بينا إن أين رير هذا شقوين كبرايفت كودن وارير رير 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 كان كسارينا هدي كله وحن سيارينا عنشور حدافة وحن أوقلانينا شركة ده برايفت كشركة دي قاعدة تبدأ لين يرد كسر نقطةش قاعدة خرج سقط وحن أسمينينا عنشور داف ملها قاركود عنشور داف وحكوا هنا نيسان نمبر كإقاتين أيان عنشور داف أسمينينا تاس أيان لين يرد كله وحبا برن فرصته ويدا حلو صبول كن نقطة تعلمتي اللي قبل حواه waxaan u sameeyna dugsiyada iskoolaadka waxaan u sameeyna farsamada u sameeyna farsamada markuu soo dhameysto ama sanadka ku dhameysto ama labsana ku dhameysto markuu dhameysto waxaan siinayna qalabkii uu ku shaqeynayo ki korontada soo bartay qalabkii korontada laga saar shahaadiisa marka la siiyo iyo qalabkii korontada asaga marka wuxuu furanaa shirkad yar oo korontada sameeyso wuxuu sameeyna mid guriyaha dhista wuxuu sameeyna mid alwaaxda sameeyna sidaasan anagu u maareynayna dhalinyarada Soomaali shaqada san u hayna way arin weyn oo dib la yaa jirta Soomaaliya waa arinta la xirtana dhulalka ina dhulalka waxa marka la sheegay dawladda inay dhul iska bixiyaan dhulka tanta guud si gaar ah loo isticmaalo meelaha qaar dad tabar yar oo aan awoodin inay meel ay ku noolaadaan helaan iyagoo degan laga kiciyo oo dad kale si bareefada loo siiyo intii aad gudoomiyaha gobolka soo ahayd imisa dhul oo hanti guud oo sidaas oo kale ayaad siisay shirkad ama shakhsiyaad bareefada marka aad eegto muddadii aad ka baqnaad xilkaas ilaa haddase ma ino sheegi kartaa qiyaastaada inta hantida guud ee la bixiyay ee dad gaar la siiyay waa su'aal muhiim ah dadka Soomaalida waxa raba inay ogaadaan anigu hanti dawladeed dhul dawladeed laban ka bixiyay labada aan bixiyayna waxa way safaaradda Turkiga dhulka ay degan tahay iyo safaaradda Imaaraadka dhulka ay degan tahay dhul kale oo safaarada aan siiyay waa jira safaaradda Saudiiga Chinese-ka جبوتي قدر السودان دولان سي واجرا لكن مين ادسن الا هدو اسكا بنايه ما دد بعد استيبل لبداس دول ان سيني دولكا مركو سودو اهانا واد غران كريسين سفارده تركيدا ماشي كو تالو اي سفارده اماراتكا امر مدخوينانا كو بخني وا دولت ادونكا وخا كدخهيا دول ان ليسسيو انت ان هدا سينا ايان تركي كفلينا اني سفاردهنا سيسو إمارات كانوا حنكف لينا وين بس السفارة ده وين بقول استوى إمارات كوا قول سيمبا متي سيام بقول سيم وليبي أنا كوما ننسى قول كاسنا أنا وقف أنا الشرف بقيت هاي إن قول كاس بحيي قول كاسنا وهذا قول كوجو قرحن ويا هاي تركي ودردوشة مسارنا يسو
إمارات كانوا دوشة مسارنيز حمر بالا قد حد السي حمر بو بلعدة وقور حان أيو كان ميديها بلعدة مقالات مقدشو أمر كالوبي أمر كيغ أمر مدحوينة أن أنوغ فليه وي وانو كفانا هيا تاسي وا لولك لي الدولت أي لا دهي هدي أقاد لولك الدولت أي لا دهو حاوة الشعب كصوماليات بأسلا لوي كان هرجيس جوغي كان بوساس جوغي كان كسماي جوغي كان بيدبا جوغي كان هيران جوغي كان قالكعي جوغي كان قلقدود جوغي يكن جوهر جوجا يكن برافو جوجا نقول كذا حبوا كليه وهنت قرن هنت ذي قرن كأنه مد أم بحيي مجرت نقول كان عطي سفارة ده ويكو يلان حبت اللي ذي يعكر كده رول مهيبة وأنا ملها بلع ذا مقال ذا ي أمني هان وضن كبا أد درينك أوله درينك حساسية دوله نقول كلا تيسين ميا دويسين سفارة ده سنتي نقول كذا مهيب كذا يري حد وقتين وقت أن جوجني فيري سفارة إثيوبيا حقيقة كتلة هاد هذا نو شيء قاعد أم حد وقف بني ماشي كتلة واتق أنا ماشي كتير هنا قضية ده تقول شيء سفارة إثيوبيا وحيكون نحتالا مدحتو يده ولي قام من مقشي سفارة مدحتو يكون نحتالا من مقشي مدعين هذا أنك سفارة إثيوبيا وحيكون تلا مدحتو يده واجاس أنك ودن كجوني ودن كبها الله جلهم بوها مال دد الدجين كرماشان ودن بها الجلهم به ده كان يكاه قرحي مركل قرحي على أركايا يري سفارة إن قدر وحي كنت هلا بد جيس كده كنت هلا سفارة إن قدر ما حاب بد جيس كده لو قدر كين دولت أنا مركي العقية شاء ثوا كبد شو حيت الأول بان السين إنه أول كيوان أباه النه أنكو أنكو ضعفاء أو أول كيوان أباه لجلين هاي أو ربنا يا سود جايا على نكسر أي أهيد استراتيجي بأهيد إن تركيا الله سيا هالكاس إن إمارات كلا سيا استراتيجي بأهيد فكر استراتيجي أهيد مركان العقية لنا oon degno oo dawladda xasiloon yeelano dhulka la siin kara haya musharax ba maadan ahayn oo shakhsi ayaa ahayd hadii aan ka soo qaadno ee maxamuud axmed nur tarsan musharaxiinta tartamaya musharaxa isleedahay oo ku habboon yahay wadanka inuu hoggaamiyo maxamuud axmed nur tarsan ayaa ku habboon waay waa maxay guusha siyaasadeed ee ugu weyn magaaladan waad joogteen markii la ii dhiibay sidee ahayd saddex arrin baan qabsaday magaalada inaan ifiyo مجال هذا إن قشن كقاضي شندق مون هيسن مركز إن أمننا هين إن أمن جوس عليا صدق ذي بمرقاتي بشعبك الصومالي كيا إن كقولي ستون فولي أنا نقال عن هيسن تاسوا شخصية ذي ذي كرتي ذي ذي أركتي ذي دوي إيه بولشدة أن الله حاز قاله أو بولشدة أن كنت هنوني إن تلابد إلى قاضي إلى قاضي إلى جان قاضي وحنا هاي منك عريي وحلو هو صدق جلك بولشدة بولشدة kale irdhowday ee istishay ee calool xumad haysa mid kasta gurigiisa ku dhex jira inaan isu soo saaro isdhex geliyo ee degmo kasta laga qabto bulshadii la isu soo saaro waxaan ahay ninka curiyay waxa la dhaho tiiraanya bixin dadkan isdilay ee calooliyoobay ee qaar haweenkoodii lagu hor kufsaday oo qaar ilmahoodii lagu oo ciilkaas uurka qaboon meelna ka hadlin inay intay yimaadaan hadlaan kuwii dambiga geysana ay ogaadaan ay maqlaan kuwaana ay calooshooda Faransi xor ayako cabsi ayna ku jirin ninkii curiyana waxaan ahay ninkii abaartii 2011 aniga tiimkayga gobolka shaqeynaysay maamulay ee maareeyay kaligood ayadoo dawladda dhex shilin ku lahayn international community ee hay'adaha gargaarka bixiyana shilin ku lahayn sameeyay meesha la dhaho badbaado curiyay dhisay masruuf hayay wadahal caawinaad ayadoo caawinaa shacabka Soomaaliyeed waxaan ka qaadayno ay keenayaan meesha laba bilood iyo bar ku maamulay 4,000 oo qof kuma amulo hayaanahay waxaan ahay ninkii curiyay meesha la oro rajo sidoo kale 37,000 abaarihi dajiye meesha hadda turkiga maamusho soo fuliiban ahan waxaan ahay ninkii dayaxa xid ay qoraxdan waligeed Soomaali toogan laga faa'iideysan ninkii ra'yigiisa ku keenay in laga faa'iideysto qoraxda oo hadda gobol kasta ay gaartay in nalalka qoraxda la isticmaalo ay la isticmaalo waay ugu dambeyn siyaasi Soomaaliya ayaa tahay siyaasiintuna waxa la yiraahdaa aad bay isku isbeddel badan yihiin oo marba dhinac ay aadaan maxaan ka qornaa maanta ma laga yaabaa shakhsiyaadka aad maanta ka soo horjeeda siyaasad ahaan bari inaad la safatood isku dhinac noqotaan haa waa la shaqeynay waxaan kula shaqeynay haddii ay siyaasad qaran noqoto oo waddankan loo adeegahay ay noqoto oo siyaasad la arkayo meeshii ku socotay ku dhamaaneysaan arkayno qofka haduu la yimaado waajib baa igu ah inaan la shaqeeyo haddii noqoto maslaxad gaar waxaan waligaa iga ilaalinaysaa oo na geelin
شخصي مصلحات جار أكشقينا هيا إن اسمه ترسل مصلحات جار كرهات سو الله شقيه أنا جو حيقفي عن أنت مصلحات ودن كان أديجي سان كل حاجة بلها مصلحات ده إذا سحر إن أورهات سدو أو أنا جو أن أما جناس السمايو أما أن ملاها كشقيستو لكن لجمي أبو قفدن جار أو طينا الله شقيه لكن قف كستا ودن كان هرمرين هيا إن أركو إن السياسة دي صار مرتاي ولا شقينا هيا وحكيرنا مدحوين نقطة مقنعة كان دولك حاقة هيا أنكو قنع ثيري كان دولك حاقة هيا وهدو intention وانا كسنجرو ودن كان أمدن أنا جاي وحلي وسو كري حوله أمدة أقول شن جرأة أي صبر بارسة عن شورتة دت كمساكين تا حولها قشة أما موسك يبصدا أما وح الوسو بربريبان هاي درين قبلي أيو مجرى أنا جا أنا درين ودن بان حمبار سنة هاي درين كاس ودن وحاوي ماشي يجسوا ده إن أرك هاي أنا وح كقبان كروا كقباني هذا الكعودن بيعد جيدنيسو قادو جيدنيسو حلبان هذا برلمان ك مستقبل كصومالي إذا قعدت ذو كجرو يدتك صومالي إذا كداونا ينتبه دتك صومالي يد بنكهر مراه مركهر دتك صومالي يد وحن ليه هي شعبي هو واد لبتوتين لبعد تحول لها صومرتين واد كسة برتين لبعد تدي ودن شعب جري كرم جري الدولة الآن شعب كان الدولة بوباهية دولة نظيف أو حلال أيوب باهية دولة أديك وقبت وباهية دولة وأديك تأيوب باهية ما أنت فرصة بعد هي 60 أو حاوي وحد قرنيسين قف كي يدين أديك لها شقالها يدين نقول لها بالقرنيسين ومدحوينها قرن كوا أديجاوي أديجا بلشدان إن وشقيو أديك وفديو لجربوي ونقول هاي إن ليدين كحق رأي إن قف يعط الديبتين إن ليدين كورس تاجي وقول رأي إن إنا ديبتين دات رأيي إن ديبان الله هيدين عدكين أدوحكو طور الله هيدين ما أنت السيدان أرنتو ما أهاتين تاسال إذن كحنبي لكن وحد وقال التين حل بانا دو صوب بحي صدح بقول إلواتين استقال كبا إن أي كسو جيدان قبائل كسو مالي قبائل لو دود أي كسو جيدان قبائل لدى ساد نكال التهين قف كستو واجب باسارا واجب كسارا يوسن يريسن قف كستو صو مالي أو حان كربا إنو حل بانك رير كيسا أما جفديسا إنو لدر دارمو inu dhaw xil dhiban reerkeenad ka soo jeeda bulshadeenad ka soo jeeda waxaan rabnaa codkaaga inaad ku ridid wax ilmeheena ay dhaxlaan wax ilmeheena u adeego tacliinta u sameeya wax biyo macaan u keena wax shaqo u abuuro ilmeheena inay nabadan ba ku dhamaanin wax ma aragtay amnigooda wax gargaar u fidiya hooyadan iyo aabahan markay duqoobaan gargaar u fidi inaad dooratin codkina ku bixisiin inaad ku xujeysiin qof kasto Soomaaliya waajib bay ku tahay hadayna dad fulina waa la dambabaa tan xil dibaanada aan leeyahay waxa weyn xil dibaano si kastaba lagu soo baxo maanta waxaa tiin xil dibaanadii qaranka ayaa tiin mas'uuliyadii shacabkaana adinku idin saaran yahay shacabkaan codkiisi ayadoo la soo yareeyay baad adinku xambaarsantiin dareenki shacabkaan inaad ka tarjuntiin baa la idin ka rabaa rabitaanki shacabkaana inaad ka tarjuntiin baa la idin ka rabaa wax kasta ha dhacdo markaad qolka gashiin qolkaas yar ee 2 mitir kor u taagan markii la fidiyana 2 mitir noqonaya qabrigii la ekaanahay waa xujo waxaad ku dhaarateen walaa danta dalka dadkaad ku dhaarateen iyo diinta aad ku dhaarateen waxaan rabnaa wax kasto noqotaba markaad qabrigaas meeshaas qabrigaas taagan aad dhistaagtid in aad dib u xasuusatid in aad dib u xasuusid dhaarti oo dib u xasuusatid barrita in aad dhimanaysid لكن الدحل أجت تكتد المها أد أووه أووه وسيطه وحربنا إن المانت السمين مستقبل كي بقول سنة دبديد المها الناس إذا يكون علان الهاين وحربنا إن أنا كفكر المانت وحن كلا قادنا إني وحن كلا جيدنا إني وحن سكوا قبسنا إن أنا كفكر صابتو كمه شين كرينا وإن أنا كفكرنا عدك أقول كتر جمع يا قرشين أن أسمين إن بقول كسنة صوص عت المها الناس إذا يكون علان الهاين سيدا أي وما هذيان مرايكن كالمها وذا أوويش ودجيد ولداس adag ee adduunka ugu xoog weyn ugu dhaqaale badan ee ugu cilmiga badan dad baa ka shaqeeyna la mid anaga ilmahoodi baa mahdiya 2300 sano jirta ilmahoodi baa mahdiya oo markasta awoyol ama waxa noqon inaa kuwa ilmahooda mahdiyeen ayaa codkaaga ku keenaysin ama waxa noqon inaa kuwa ilmahooda ay caladaan baa ku noqonaysa waxaan idin ka codsanaynaa in aad qofka ugu mudan ee wadankan ka saari kara dibka in aad u dooratiin in aanan marnaba ku dooran قف جعليسي إيا قبيل إيا العقل صوحة دي إيا اللي ديبه إنا ننقفنا قدورا أدباد أمهات سنتي أدبو ما تسينك سعوها مشرحة مدحوينها جمهورية دفتر الكسومالية محمود أحمد نور ترسن وآن ورئيسي قارة الله يلاني
أدى ما سنتين أو ما سنتين أبي أو ما سنتين أو ما سنتين